الهدف الأول والأخير هي خدمة المواطنين. نحن ما طلعنا بوجه بشار لشخص بشار بذاته، نحن طلعنا بوجه بشار مشان الحكم الجائر اللي قام فيه بشار، فما راح نطلع من ظلم ونقع بظلم. عم بضربنا بالطيران والحمد لله رب العالمين، رح نضل ثابتين لو ما عنا غير هالروسية، شايف كيف؟ النصر من قوة العدة والعتاد، إذا لقوة العدة والعتاد النصر للأقوى، وروسيا وإيران وحزب الله داعمته، نحن مين عم بيدعمنا؟ ما لنا غير الله، كل الأمة تخلت عنه. بخير حتى نموت، لا نندفن هون لما نطلع، ما الأخير، نروح بالله تطلع حريا بشار أنت وجماعتك، شلون يا جماعة؟ قلبكم نار، معركة الثأر بإذن الله ما رح نرجع إلا نقضي على كل حزب الشيطان حزب الله.